السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أخبار الفجر المغربية في قسمها الرياضي الفجر سبور. ندعوكم لتتبع ملخص مقابلة نادي شباب العريش وضيفي فريق النهضة الرياضية لزيو برسم الدورة 27 بطولة القسم الوطني الثاني شطر الشمال الشرقي، والتي احتضنها الملعب البلدي بالعريش، وعرفت فوز الفريق العريشي بهدف لصفر من تسجيل عميد الفريق مروان برهو. ورغم المشاكل العديدة التي تخبط فيها الفريق العريشي، إلا أن اللاعبين دخلوا المقابلة وكلهم عزم على الفوز أمام محتل الصف الثالث فريق نهضة زيو. فريق العريشي منذ انطلاق الموسم يقدم كرة قدم جميلة بقيادة المدرب محجوب الكحل ولاعبين مهاريين كما نرى في هذه اللقطة وهذه المراوغة من وسط الميدان اللاعب المهاري محمد خلدان. اللاعب محمد خلدان قدم عدة كرات لمهاجمي الفريق العريشي، هنا يمرر الكرة للاعب أيوب في الجهة اليسرى، لكن تدخل دفاع نهضة زيو وإبعاد الخطأ. هنا هجوم خاطف للاعب أيوب الذي يدخل مربع العمليات يراوغ ويسقط داخل منطقة الجزاء بعد دفع واضح باليد من طرف مدافع الفريق الزائر، والحكم يتغاضى عن إعلان ضربة جزاء واضحة للفريق العريشي. اللاعب أيوب كان نشيط في الجهة اليسرى وهنا يمرر في اتجاه منطقة الجزاء، وقذفت اللاعب أسامة الغندور تذهب فوق المرمى. اللاعب سفيان فتوحي اللاعب سابق الجمعية السلوية قدم مقابلة جيدة ورح قتالية عالية بتواجده في كل رقعة من الملعب خلال هذا اللقاء. وليعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. الشوط الثاني هو شوط المدربين وما سيقدمه الفريق العريشي خلال الشوط الثاني يؤكد أن هناك عمل كبير يقدمه هذا المدرب السيد محجوب الكحل. ومنذ انطلاق الشوط الثاني الفريق العريشي قام بهجمات مسلسلة مما جعل فريق نهضة زيو يركن للدفاع خلال بداية الشوط الثاني. اللاعب أيوب أربك دفاعات فريق نهضة زيو بسرعته الكبيرة وكاد هنا أن يسجل الهدف الأول، لكن تدخل الدفاع حال دون ذلك. اللاعب المتألق عبد اللطيف الواد يمرر الكرة من متر لعب أسامة الحارثي الذي يراوغ الحارس بطريقة رائعة، لكن الحظ يقف في وجهه وتضيع كرة الهدف الأول. الأزمة التي مر منها الفريق العريشي لم تكن عائقا أمام رجال المدرب محجوب الكحل، وقدموا لقاء كبير ورح قتالية كما يتضح في هذه اللقطة للاعب ياسين حدادة الملقب بكومان. ضربة خطأ في اتجاه مربع العمليات والمهاجم اللاعب يونس يخطئ المرمى. من هنا يأتي الهدف، اللاعب ياسين حدادة يلعب كرة تماس إلى داخل منطقة الجزاء، أو عميد الفريق مروان برحو يتموقع بشكل جيد داخل مربع العمليات والتقى بالرأس للكرة ليضرب الكرة في رجل مدافع لاعب نهضة زيو الذي يغير اتجاه الكرة في المرمى، مسجلا بذلك هدف الفوز لفريق العريش. وفرحت اللاعبين بهذا الهدف رغم الظروف المادية الصعبة التي أتمنى أن يجد لها حل في أقرب وقت من طرف المسؤولين التي لولاها لصعد الفريق هذا الموسم، لأنه فعلا يتوفر على طاقم تقني ولاعبين يمكن لهم اللعب في أقوى الأندية في دوري المحترفين.
تمريرة أخرى في اتجاه المهاجم رقم 7، اللاعب يونس هو الآخر يحاول الكرة برأس القيدوم والعميد مروان، لكن تدخل الدفاع والحارس أنقذ فريق نهضة الزيو من هدف الثاني. ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز فريق شباب العريش بهدف 0 من تسجيل عميد الفريق مروان برحو، ليحتل الفريق العريشي الرتبة 6 برصيد 38 نقطة، وتراجع فريق نهضة الزيو إلى الرتبة 4 برصيد 43 نقطة. ونترككم مع احتفالات لاعبي فريق شباب العريش من داخل مستودع الملابس. إلى اللقاء، إلى فرصة قادمة إن شاء الله.